طبعا هنا شباب ده المايسترو صح، البيتيوتري ايه؟ البيتيوتري جلاند اللي إيه؟ الجزء التحديدي اللي هو الادينو هايبوفيسس. خلي بالك الادينو هايبوفيسس ده اللي هو اصلا كان بياخد الاوامر بتاعته فوق من الهايبوثالامس. خلاص كده، يبقى ايه الفرق ما بين الهرمونات دي شباب وحاجه اسمها خدناها قبل كده الريجولاتوري هرمونز؟ على استنى كده عليا احسن انا اتلخبطت، تعالى ده احسن ايه انا اتلخبطت على الاخر، تعالى كده اهو في الرسمه دي، في الرسمه دي انا اخدت حاجه اسمها الريجولاتوري هرمونز. الريجولاتوري هرمونز بتطلع من الهايبوثالامس وتروح للادينو هايبوفيسس، يبقى دي هرمونز الريجولاتوري هرمونز دي بتطلع من الهايبوثالامس وتاخد بعضها تمشي للبيتيوتري جلاند. البيتيوتري جلاند دي بقى نفسها الادينو هايبوفيسس بتاعت البيتيوتري جلاند نفسها دي بتطلع اصلا 7 هرمونات تانيين اللي هم الهرمونات دي. خلاص كده، بس الفكره ان الهرمونات السبعه دول بيطلعوا بناء على ايه؟ بناء على الريجولاتوري هرمونز اللي بتبقى جايه من الهايبوثالامس. يبقى انا عندي هايبوثالامس الاول، الهايبوثالامس ده بيطلع الريجولاتوري هرمونز، الريجولاتوري هرمونز دي بتروح للادينو هايبوفيسس تقول لها يا اما تزود الانتاج بتاعها يا اما تثبط الانتاج بتاعها. طب هو ايه الانتاج بتاعها؟ ال7 هرمونات دول. طيب ال7 هرمونات دول بقى طبعا ده شرح مفصل بقى في الاندوكراين، ده قصص. خلاص كده، في هرمون يسمى الثيرويد ستيمولتنج هرمون، ده بيروح للثيرويد جلاند او الغده اللي بتبقى عند الترقيه او القسم الهوائيه اللي هي تاني غده المفروض انت تذاكرها اللي هي الثيرويد جلاند، ودي هتلاقيها مشروحه في القسم بتاع الايه انك شرحت منها شويه يعني. خلاص، في عندنا بعد كده الادرينو، ايوه ادرينو، ادرينال سوبرارينال اللي هي احنا استخدمناها من شويه. خلاص كده، الادرينو دي اللي هي الادرينال او اللي هي السوبرارينال، يبقى يبقى الاي سي تي اتش دي هتروح لمين؟ الادرينال جلاند. طيب الجي اتش كلنا عارفينه، الجروث هرمون، البرولاكتين مش موضوعنا برضو خالص. عندنا الاف اس اتش والال اتش، يمكن انت سمعت عنهم زمان في الاحياء، الاف اس اتش والال اتش دول اللي هم في الريبرودكتيف ان شاء الله او في الجهاز اللي هو بتاع الريبرودكشن التكاثر. خلاص كده، ويمكن اف اس اتش دي فوليكل بتحفز، فوليكل ستيمولتنج بتحفز، يعني جه اسمها من هنا بتحفز تكوين الفوليكلز، حويصلات بتبقى موجوده في المبيض عند الفيميل. والليوتينايزنج هرمون، الليوتينايزنج هرمون ده هرمون بيكون حاجه اسمها الجسم الاصفر، والليوتينايزنج ديت يعني اصفر، بالك الليوتينايزنج هرمون بيكون حاجه اسمها الكوربس لوتيام او الجسم الاصفر، ده برضه ريبرودكتيف بيبقى في الفيميل، يعني في الفيميل ريبرودكتيف سيستم اذا جت فرصه. ويمكن برضه الاف اس اتش والال اتش انا شارحهم مش شرط مع الريبرودكتيف، ممكن تلاقيهم مشروحين مع الجنرال امبريولوجي او القائمه التشغيل في الجنرال امبريولوجي اللي خاصه بتكوين الحيوانات المنويه، تكوين البويضات ومش عارف ايه والحاجات اللي بتحصل في الاوفري والكلام ده، هتجد دور الاف اس اتش والال اتش موجود هناك في اول قائمه في الجنرال امبريولوجي. طيب يبقى انا عندي دلوقتي عدد كبير من الهرمونات، عندنا في 7 ايه هرمونات بيطلعوا من الايه الادينو هايبوفيسس او الانتيور لوب، ويا عيني الغلبان الثاني في عندنا هرمونين بيطلعوا من البوستيور. يبقى انا في الاجمالي عندي البيتيوتري جلاند او المايسترو، فعلا حق لها ان يقال عليها مايسترو. خلاص كده، تسع هرمونات عندنا. خلاص كده عندنا ايه 9 هرمونات، في 7 منهم بيبقوا تحت تاثير الاندوكراين، الاندوكراين افكت اوف ذا اوف ذا هايبوثالامس، بيجوا عن طريق الايه بيجوا او الاوامر بتاعتهم بتبقى من خلال الريجولاتوري هرمونز اللي بتبقى جايه من عند الهايبوثالامس، بينما النيورو عشان كده اسمه ادينو هايبوفيسس لانه بياخد اوامره في صوره هرمونز اصلا، هو بيطلع هرمونز وكمان بياخد اوامره من الهايبوثالامس في صوره هرمونز. النيورو هايبوفيسس بياخد الايه الهرمونز بياخدها من الايه بياخدها في الاعصاب، بياخدها من بياخدها من الهايبوثالامس. طيب برضه عشان يعني الحته ديت يمكن يعني عشان ما تتلخبطوش فيها شويه، الاوامر اللي هي بتبقى طالعه من النيورو هايبوفيسس مختلفه شويه عن الادينو هايبوفيسس. بمعنى ايه؟ الادينو هايبوفيسس هنا الجلاندات هنا هي اللي تطلع الاي تي اس اتش والاي سي تي اتش والجي اتش والبرولاكتين. خلاص كده؟ انما النيورو هايبوفيسس لا، هو واصله بس هي الاوامر بتبقى جايه من فوق من عند الهايبوثالامس. يعني هنا بص لو انت كده ايه عشان برضو ايه تبقى الدنيا واضحه ماشي، بص كده انا هنا في فرق ما بين ده وده. الهايبوثالامس بيطلع حاجه اسمها ريجولاتوري هرمونز، شوف الكلمه ريجولاتوري هرمونز يعني ايه؟ يعني الهرمونز دي منظمه بتروح تخبط على الادينو هايبوفيسس وتقول لها تطلع هرمونات ثانيه اللي هم 7 هرمونات. خلاص كده؟ انما الهرمونين اللي هم بيطلعوا من عند النيورو هايبوفيسس لا، دول ما بيطلعوش من النيورو هايبوفيسس نفسه، دول بيبقوا جايين من فوق من عند النيوكلياي اللي موجوده في الهايبوثالامس، ودي حته تبقى انت عارفها برضو. ان الاي دي اتش والاوكسيتوسين لا، الاي دي اتش والاوكسيتوسين دول بيطلعوا اصلا من الهايبوثالامس. انت فاهم الدنيا ماشيه ازاي؟ خلاص كده، يبقى الـ 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 الانويه اللي بتبقى موجوده في الهايبوثالامس هي بتطلع الاي دي اتش وبتطلع الاوكسيتوسين، وبعدين دول بيمشوا في النيورو هايبوفيسس وبينتقلوا من النيورو هايبوفيسس لباقي الجسم، انما السورس بتاعهم منين؟ ده من عند الهايبوثالامس. طب الهرمونات بتطلع من الادرينال هايبوفيسس لا، دي طالعه من الانتيرو.